طلاب راح ناخذ فيديو توضيحي عن الـ ECG الـ patient هذا الفيديو نعم هذا هنا كمان موضح مثل ما شرحتلكم الـ V1 كل وحدة حسب موقعها الـ V1 هذا الـ V6 واقعة في السادس والخامس تحت الضغط الـ V4 في منتصف العمود الفقري عمود الترقة عفوا وهذا الإخوان يعني الظل الأول من القفص الصدري هذا الثاني مؤشر الثالث هذا الرابع ومثلا الـ V1 هي واقعة بين الرابع والخامس وهكذا المسافة ثم شرحت وموضح هسه راح يوصل الليدات يألف اللي هو احنا قلناها ديمنت الفولتج اون ذا ليفت انكر رايت واحد منهم يكون هو الارضي اللي ما بي اي اتصال كهربائي راح نخلي هنا على اليد اليمنى واليد اليسرى اضافة الى الليدات في القفص الصدري حسب المواقع اللي موجودة هاي الاقطاب راح يخلي الشحنة وصل الشحنة كل قطب في هذا اللاصق كل هذه المواصلات موصلة الى الجهاز الكهربائي تكون الديمنتج فولتج مزودة فقط الارضي راح يطلع هذا الشيء اللي هو من خلاله ممكن اعرف حالة البيشنت هل هو في حالة طبيعية ام يحتوي على احد امراض القلب ويمكن تشخيصه من خلال الطبيب المختص هاي الداتا خلصنا من قياس الـ ECG حيث ان كل جهة من هذه الليدات هي تكون موجهة على جهة من القلب تعطي نشاط الكهربائي للقلب من كل الجهات ان شاء الله يكون مفهوم توفيق إن شاء الله.